السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. إن شاء الله تكونوا بهذا الوصف في أحسن صحة وأسعد حال، وإن شاء الله ننتصر جميعا على هذا الوباء الذي خيم على العالم وأصاب كل العالم. لا يميز بين أحد، الفيروس فيروس كوفيد-19 أو فيروس كورونا الجديد لا يميز بين إنسان وآخر، وإنما زي ما أنتوا شايفين كده بيجتاح العالم، بيجتاح الدول جميعا، وبيصيب الناس جميعا، كبار رجال الدولة إلى أصغر إنسان في الدولة معرض للإصابة بهذا الفيروس. فربنا يعافينا ويعافيكم منه إن شاء الله ويزيح هذه الغمة. النهاردة يوم 17 مارس، طبعا العالم كله بيتجه إلى كل دولة كل يوم بتحط restrictions وقيود جديدة على المواطنين في حركتهم وفي تعاملاتهم عشان تحد من انتشار الفيروس وتقلل الإصابات وتقلل الوفيات، وأملا في أن تقضي وأملا في أن يقضى على الفيروس بشكل تام في أقصر وقت ممكن. هو صحيح التوقعات بتقول حسب ما بتتقر الإحصائيات ودراسة مسار الفيروس من يوم ما ظهر حتى الآن، بتقول إن احتمال الفيروس يستمر لبضعة شهور أخرى أو ربما أكتر، وربما أنه يصيب ناس كتير ويقضي أو يتوفى بسببه أيضا ناس كتير. والله أيا كان، إحنا كبشر نعمل اللي علينا والباقي بيد الله سبحانه وتعالى، بس المهم ما نكونش متقاعسين وما نكونش متأخرين، لأن اليوم بيفرق. خلينا نشوف الجداول وشوفوا قد ايه ايطاليا بتندم على انها اتأخرت. ايطاليا ودول اوروبا اتأخروا في اتخاذ الاجراءات اللازمة، يعني هم المفروض شافوا الصين وحصل فيها ايه الصين، فالمفروض دي الدول يعني متقدمة وعندها خبراءها وعلمائها، كان لازم يتوقعوا إن الفيروس قد يصل إليهم، وبالتالي من البداية يتخذوا إجراءات مشددة، أولا لمنع دخول الفيروس، ثانيا لو دخل تبقى أعداد قليلة ويمنعوا انتشاره. لكن اتأخروا يمكن أسبوعين أو ثلاثة. ولذلك احنا بنلاحظ دلوقتي الدول اللي هي بقى الباتش الثالث، ما يظهر كده باتشات، الصين وكوريا باتش خد دوره، ويعني أمورهم أحسن، يعني مش اتعدمت الإصابات الجديدة وإنما بقى عددها قليل، مش زي الأول، عدد قليل جدا مقارنة بالبداية. خدت دورها، وبعدين جه الدور على دول أوروبا، وزي ما بقول دايما ربنا يستر وما يجيش الدور على الدول العالم الثالث ومنها الدول العربية. النهاردة زي ما بنشوف في الكيرف قصادنا بتاع عدد الوفي عدد الحالات، اللون الأخضر ما زال عدد الحالات بيزيد، زي ما انتم شايفين الكيرف كده في ازدياد كل يوم يوم عن تاني. وبعد ما كان هنا الكيرف الكيرف إلى حد ما شبه منبسط، بدأ في آخر أسبوعين بدأ الكيرف يبقى شبه عمودي. أوكي، أمنيتنا إن هو ما يطلعش بهذا الحد، إنما أمنيتنا إن هو يمشي، إن هو يبتدي يبقى flattened curve. دي الجهود كلها بتحاول تخلي الكيرف الأول يبقى مسطح وبعدين بعد كده ينزل تاني إن شاء الله. ده بالنسبة لعدد الحالات الإصابة اللي موجودة في العالم، الإصابة الإجمالي.
بما فيها الناس اللي خافوا وبما فيها الناس اللي توفوا. نيجي نشوف الناس اللي توفت فقط لا غير، الجدول بتاع الناس اللي توفت برضو نفس الكيرف. كان زمان العدد الوفيات كان وصل إلى حد ما، الكيرف يعني بطيء، وبعدين شوية تحسن وبقى شبه منبسط أو مسطح فلات، وبعدين بدأ في الأسبوعين الأخر يصعد وياخد وضع ناحية الاتجاه الرأسي مع زيادة الحالات. نشوف بقى الإصابات حول العالم النهاردة وصلت كام. زي ما انتم شايفين كده عدد الإصابات في العالم وصلت إلى 182,000 إصابة وستمية وخمسة 182,605 إصابة من يوم ظهر الفيروس إلى النهاردة. لاحظوا إن هذا العدد يشمل الحالات اللي ما زالت مصابة، زائد الحالات التي شفيت، زائد الحالات التي توفت. الحالات التي توفت 7,171 حالة، والحالات التي شفيت 79,881 حالة. الحالات التي شفيت طبعا ديت قصتها قصة لسه تحت البحث والدراسة، عشان نعرف الإنسان الذي يصاب ثم يشفى إيه اللي بيحصل له؟ هل بيرجع تمام زي الأول؟ الجهاز التنفسي بتاعه بيرجع تمام؟ هو طبعا المتوقع إن الجهاز التنفسي عند الناس اللي جات لهم إصابات طفيفة إنه يرجع زي ما كان. طب يا ترى الناس اللي هم الحالات الشديدة اللي هم 10% من دول، اللي بيحصل 10% من جملة الإصابات اللي بتخش الإنعاش والإنتنسيف كير، يا ترى بيرجعوا زي ما كانوا؟ الدراسات لسه ماشية عشان يحددوا هذا الموضوع. ده من ناحية، ومن ناحية تانية يا ترى بيكون عندهم مناعة دائمة ضد هذا الفيروس؟ برضو الدراسات ما محتاجين شوية وقت عشان نعرف الموضوع ده. وبس الميل الأقرب إنهم فعلا الناس اللي بيجيله الإصابة وبيشفى بيحصل على مناعة، وهو ده السكة اللي ماشيين فيها عمل الإيه؟ اللقاح. لأن هو اللقاح هو عبارة عن إصابة سب كلينيكال، يعني بيديله جرعة من الفيروس لا تصيبه بالمرض وإنما تحفز المناعة عنده. فإن شاء الله تكون إن اللي يصاب إنه اللي يصاب ويشفى يحصل على مناعة دائمة، وإلا هتبقى مشكلة في عمل اللقاحات. المصابين دول اللي هو 182,605 يشملوا، قلت، الناس الذين توفوا والناس الذين شفيوا. الحالات المرضية المتبقية اللي هم يمكن يطلعوا، لو حسبنا كده ديت 7,079، يعني حاجة بتاعت 87,000، لو شلناها من دي 87 يعني احنا داخلين على 95,000 حالة إصابة نشطة حاليا. كل دول قابلين انهم ينشروا العدوى. فيهم ناس الأعراض عندهم خفيفة ومش محتاجين hospitalization، مش محتاجين مستشفى، وإنما محتاجين عزل فقط ومحتاجين رعاية طبية. العدد الحالات النشطة كلها قلنا ايه؟ 95,000 حالة و553، منهم 90% تقريبا، 94% حالات طفيفة الحمد لله، و6% حالات خطرة. بالمناسبة كانت قبل كده الإحصائيات الحالات الخطرة كانت بتبقى، أو critical cases كانت بتبقى حوالي 10%، دول اللي لازم يخشوا مستشفى، وفي الغالب بيكونوا في العناية المركزة، و كمية منهم بتوصل لمرحلة انهم بيحتاجوا فنتيليتور، يعني يتحطوا على جهاز التنفس الصناعي. عايزين بقى نشوف عدد الاصابات حول العالم، يعني نشوف وضع الدنيا ايه. زي ما زلنا الصين وضعها كويس، عدد الاصابات
فيها ما زالت قليلة والوفيات قليلة. إيطاليا ما زالت هي بؤرة الفيروس في العالم، مع أكبر عدد إصابات خارج الصين، فيما عدا الصين هي الأكثر حاليا وأكثر عدد وفيات في يعني بخلاف الصين. ما زالت إيران ومزالت إيطاليا ومزالت إيران وانضم إليها إسبانيا. ساوث كوريا وضعها تحسن شوية بعد ما كانت تاني واحدة بعد الصين، بدأت تتحسن شوية بعد ما تحكموا في عدد الإصابات الجديدة واتحكموا برضو في الوفيات. الوفيات كلها 81 والوفيات الجديدة 6، عدد قليل يعني الحمد لله. يعني أمل عشان الدول التانية برضو تطمئن إن الوضع عندها يتحسن إن شاء الله. وفرنسا وألمانيا وأمريكا هي داخلة ما شاء الله كل يوم في حالات زيادة. على فكرة أمريكا يعني الناس فيها العلماء والباحثين بيتوقعوا أعداد هائلة ستصيب أمريكا، يعني بتوقعوا إن حوالي يمكن 70% من الشعب الأمريكي يصاب. والولايات المتحدة بيتوقعوا برضو، دراسات بتقول إن حوالي 80% من الشعب البريطاني قد يصاب بالفيروس. تخيلوا بقى 80% لما 10% منهم يبقوا حالات حرجة، ده عدد يبقى رهيب يعني، عدد ملايين ملايين يعني. ممكن يجي يوم من الأيام إذا صدقت هذه التنبؤات إن يبقى في حوالي 7 8 مليون واحد محتاجين يكونوا في العناية المركزة. طبعا شيء لا يصدقه عقل يعني، ما فيش دولة في الدنيا تقدر تستوعب حتى عشر هذا العدد، النظام الصحي بتاعها مستحيل. بقية دول العالم زي ما شايفين، ماليزيا برضو عمال الوضع يتصاعد فيها، قطر بقت 439 أو يمكن ده 439 يمكن من امبارح. طبعا الله يكون في العون، قطر دي هذا العدد يعتبر عدد كبير جدا بالنسبة لدول صغيرة. بقية الدول العربية في البحرين 228 حالة إصابة، وفي بعد كده مصر 166 حالة إصابة، والوفيات نطت مرة واحدة إلى 4 وفيات. ومصر يعني بدأت تقفل المطار، ولو انه طبعا قرار متأخر جدا، لكن الحمد لله ان هم قفلوا المطار عشان على الأقل يبقوا ضامنين ان مفيش حالات جديدة تخش من بره، ويبقى الحالات كلها من جوه المجتمع المصري. وانا شايف ان هم بيتخذوا خطوات برضو ان شاء الله تجيب نتيجة. بقية الدول العربية بقى كلها في هذا الوضع تحت حوالين 120. الفلبين على فكرة اللي أنا عايش فيها ما زالت العدد الحمد لله 142 واقف بقاله يومين، والوفاة 12 حالة. العراق 123 حالة، السعودية 100، العراق 133، السعودية برضو 133 حالة، وهكذا يعني. الهند شوفوا على قد عدد سكان الهند قد ايه، 129 حالة. يعني حاجة يعني ما فيش قاعدة، هي بتعتمد على وجود إصابة وبتلاقيها ولا لأ، وبتعتمد على هل يا ترى في إصابات، هل ناس مصابات وما عندهمش أعراض، ولا عندهم أعراض والجهاز الطبية بتقدر تشوفها وتعزلها وتحمي الناس منها. هي دي المشكلة، لو في إصابات وما فيهاش أعراض دي خطيرة جدا، لأنها بتنشر الفيروس في المجتمع من غير لا هم يعرفوا ولا الناس تعرف ولا الجهات الصحية تعرف. ف السعودية 133 حالة، الهند 129، الكويت بس لاحظوا إن العراق برضه أنا قلت إيه 133 حالة وعدد الوفيات 10، برضه نسبة عالية عاملين زي الفلبين. وهكذا بقية الدول كلها إيه تحت الـ80 وكده، تحت الـ100 وتحت الـ80. فربنا إن شاء الله ييسر الحال ويهون على الجميع.
والمهم بقى، المهم هنا إن كل واحد يفكر كويس في نفسه. يعني ما يعني سيبك بقى إذا كنت أنت في مصر أو في الفلبين أو في السعودية أو في أي دولة، ما تقعدش تفكر كتير وتشغل بالك كتير الدولة الحكومة بتاعتك بتعمل إيه عشان تحميك. هو لو كل واحد لو كل واحد يا إخواننا فكر يحمي نفسه وأسرته هنقضي على الفيروس. وتذكروا إن مفيش إنسان بيموت جوع، وتذكروا إن الإنفاق اللي إحنا بننفقه والفلوس اللي إحنا بنصرفها ممكن نعيش على ربع هذا الإنفاق ونعيش يمكن بصحة أفضل لو اتبعنا أسلوب حياة صحي. كل المصاريف اللي بنصرفها بتتصرف على أمور ضارة بالصحة. المهم عشان تحمي نفسك، ما هو ده الوقت اللي بيقول ايه، يلا قول يلا نفسي. مش معناه يلا نفسي يعني ما تهتمش بالغير، يعني ما تفكرش في غيرك بقى بيحمي نفسه ولا ما بيحميش. لا، فكر في نفسك، احمي نفسك وأسرتك. كل واحد مسؤول عن نفسه وعن أسرته، اتخذ أقصى الإجراءات مع نفسك ومع أسرتك. اللي ما بيشتغلش وما فيش مدارس يقعد البيت وما يخرجش منه ابدا الا للضروره القصوى. لو الراجل بيشتغل بيخرج ويتبع، يعني يبقى شديد كانه اذا خرجت من بيتك وانت راجع حط في مخك ان انت شايل عزرائيل الموت معاك، وعشان تبعده عنك قبل ما تخش بيتك جنب المدخل بتاع البيت يكون عندك الكحول او حاجه فيها ميه وصابون تغسل ايدك. ماشي، مجرد ما غسلت ايدك خلاص اطمنت، تقدر تغسل وشك، تقدر تسلم على عيالك، تقدر تحضن عيالك، تقدر تعمل كل حاجه، لان هي الايد اللي بتنقل العدوى. ماشي، اذا قبل ما تدخل باب بيتك اول ما تدخل تغسل ايدك بالميه والصابون، بيتك في امان، ما في حد منهم هيجيله العدوى ابدا. الفيروس حتى لو كان بيحمل بالجو لا يمكن انه يدخل البيت، عمره ما يدخل البيت. هو ممكن يبقى يحمل بالجو لو في غرفة مغلقة وكان فيها واحد مريض، زي مثلا مطعم واحد مصاب وبينشر العدوى من غير ما يعرف، وما يجي واحد تاني يدخل المطعم في خلال نص ساعة ممكن يصاب. ماشي، دي أول حاجة، ديت وقاية خارجية، يعني ديت إيه، بتلبس غسيل اليد زي ما يكون وقاية، ده بتحمي نفسك كده من بره ان الفيروس ما يجيلكش. طب نفترض ان في عجز في الحكايه دي والفيروس احتمال يجيلك، يبقى الوقايه ايه؟ بتاعت جسمك، اسلوب الحياه الصحي. افتكروا الكلام ده، اسلوب الحياه الصحي. لو مناعتك كويسه ولا ادخن فيروس هيأثر فيك، واذا قدر يا دوب هيجيب لك شويه اعراض بسيطه. الخط الدفاعي الأول ضد هذا الفيروس اللعين اللئيم هو المناعة. يا رب نسمع ونطبق المناعة، إزاي تعملها، إزاي تقوي مناعتك. الرياضة، الرياضة، ارمي علبة السجاير، ارمي السم اللي انت بتشربه. يا بني آدم افهم، أنا بيجيلي الناس هنا ببقى هين عليا امسكه ارزعه في الحيطه. افهم، ارمي السم اللي انت بتدفعه. لو مش همك نفسك خاف على عيالك، خاف على امك وابوك. انت لو جات لك الاصابه خاف، وانت شاب يمكن، ما هو الشباب بيقولوا حسب ما ثبت ما بيصابوا بس ما بيموتوش منه. خاف على ابوك وامك وجدك وجدتك. ماشي،
اسلوب الحياة الصحي، مارس الرياضة يوميا، كل الأكل الصحي. بالمناسبة الأكل الصحي لا يكلف، أرخص حاجة في الدنيا الخضار، ومعظم الفاكهة رخيصة، وأغلى حاجة الأكل الضار بالصحة، الأكل الدسم، الدهنيات، اللحوم الغالية، لكن الأكل الصحي رخيص، المصادر النباتية متاحة ورخيصة، ماشي؟ وكمان قلة الأكل مفيدة، الانترميتنت فاستنج، الصيام المتقطع، زي نظام رمضان بس بدون التفاصيل بتاعت رمضان، ماشي؟ والنوم الصح، نرجع لحياة أجدادنا، ننام من الساعة 8، ننام من الساعة 8 يا إخوانا، بلاها القهاوي والمجالس والعك ده كله، بلاها، نام من الساعة 8 أنت وعيالك، اصحى الساعة 6 الصبح، ماشي؟ ينام لك 8 ساعات، 7 ساعات، من 7 إلى 9 ساعات. كل أكل صحي، اتمرن أو ابذل أي جهد، 3 حاجات يدوك الصحة. ضيف بقى إليهم إيه؟ أقف في الشمس شوية الصبحية عشان تاخد فيتامين د، كتر شوية من أكل البرتقال واليوسف والحاجات اللي هي والليمون اللي فيها فيتامين سي، ماشي؟ الناس هنا هتتجنن على الأسكوربيك أسيد والفيتامين سي مش موجود. يا إخوانا كلوا ليمونة تغني عن وجع الدماغ ده كله. والناس هنا تتجنن عشان الماسكات، مفيش ماسكات. اقعدوا في بيوتكم، طالما ما عندكش شغل اقعد في بيتك. الحمد لله كتير من الدول قفلت المولات وقفلت يعني انا بسمع في مصر القهاوي الحكومه بتروح عشان تكسر القهاوي وتاخدها عشان تقفل. انتوا بتنتحروا، اقفل قهوتك يا سيدي، والله ما حد هيموت من الجوع. ان شاء الله ما حدش هيموت من الجوع. فدول ال3 طرق عشان تقوي المناعة، ودي أهم حاجة. 1 بعيد، معلش، 1 بذل مجهود عضلي، الرياضة اليومية نص ساعة إلى ساعة إلا ربع. 2 الأكل الصحي، مش المكملات والحاجات الغالية، لا، الأكل الصحي زي ما قلت حاجات بسيطة جدا. شيل الأكل الضار ويبقى أكلك صحي. طالما شلت الأكل الضار اللي هو الدهنيات والسكريات والحاجات دي، يبقى الأكل بتاعك صحي، وتكتر شوية في الخضار، وتنام من 7 إلى 9 ساعات يوميا، إن شاء الله مناعتك تقوى، وإن شاء الله بكده أنت قويت مناعتك، وحبيت بيتك من أنك تدخل الفيروس معاك وأنت جاي من بره. طبعا في كلام كتير وتفاصيل كتيرة، بس ده الهيكل العام عشان وقت الفيديو ما طولش عليكم، لكن هعمل فيديو خاص عن انك انت ازاي تقوي نفسك. واعلموا، هل من نجاة؟ نعم، هناك نجاة، والنجاة بيدك مهما كان. دولتك بقى بتتخذ الاجراءات الصح، بتتخذ الاجراءات الغلط، ما عليك، انت طبق الكلام ده على نفسك، وان شاء الله الدولة كلها تنجو لو كل واحد خلى باله من الكلام ده، من النصايح بتاعتي دي، ماشي يا اخوانا؟ يا رب يا رب زيح هذه الغمة، يا رب زيح هذه الغمة، يا رب قصر الأيام الصعبة، يا رب هون على اللي أموره صعبة، يا رب هون على المصابين وأهاليهم. ويا رب لما أعمل الفيديو التاني يكون الوضع أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.